غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. الو، سلام ونعمة. سلام ونعمة، اهلا وسهلا سعادة الدكتور الفاضل الدكتور سمير اسحاق. ايوه، الرب يباركك ويبارك تعب محبتك. اهلا وسهلا بيك مع حضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا وسهلا، لعلك بخير يا فندم. بخير. معاك ابو مريم من امريكا. سعادة الدكتور سمير اسحاق متري. ابو مريم مين؟ حضرتك ما تعرفنيش يا فندم، بس انا قلت فرصة يعني ناخد بركة ونتكلم مع عالم كبير من علماء الكنيسة في مصر، متخصص في اللاهوت يعني، والدكتوراه في اللاهوت. أؤمن حضرتك. ما يمر عليك ظالم يا فندم. هو سؤال بسيط يا فندم في موضوع اللاهوت بتاعك. أنت حضرتك راجل دارس لاهوت، لو في واحد نفترض يعني على سبيل الله أو نستفاد من حضرتك يعني، لو في واحد حضرتك غير مسيحي، كان الخلفية بتاعته أي شيء، يعني ممكن يهودي علماني بوذي. أوكي. هذا الرجل كيف نقنعه بعبادة إنسان كما يقول يسوع أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمع من الله؟ هذا الإنسان طبيعي كان بيأكل ويشرب كما يقول الكتاب، أكل وشرب له. وطبعا حضرتك الدكتور سمير عارف طبيعي الإنسان بعد ما يأكل ويشرب في إخراج، يعني ربي اللي هو لما أفضل البول والبراز ثم أوكي أنا مقتنع مع حضرتك. لذلك مات كما يقول يسوع الحي وكل. فنقنع شخص غير مسيحي بعبادة إنسان كان بيأكل ويشرب ويتبول ويتبرص ثم مات. أولا، لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بروح القدس. إذن كيف يستطيع أن يقول يسوع رب بدون الروح القدس عندما سمع صوت؟ من قال؟ من قال الكلام ده؟ الكتاب المقدس. لا، بولس الرسول تقابل مع الرب يسوع شخصيا ومنع بالروح قبل ما هو كان رايح الفهد الكنيسة. شوف حضرتك عشان ما نجادلش في المناقشات، ما يصلحش ان احنا نجادل فيها مضايق. سعد الدكتور حضرتك خليه يقرأ انجيل يوحنا. سعد الدكتور دي واحدة لو سمحت. اولا الكلام اللي سعادتك بتقوله انا هقول لك حرفيا فين عشان تعرف اللي بيتكلم معاك انسان دارس وعارف. الكلام ده موجود حضرتك في الرسالة الاولى لكورنثوس الاصحاح 12 العدد 3، يقول بولس: لذلك أعرفكم أنه ليس أحد يتكلم بروح الله يقول يسوع أناسيما، وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. تمام حضرتك؟ أيوة، ما أنا بقول لحضرتك تمام كده. أيوة أنا أسمعك. تمام. أنت حضرتك بتقول بولس عندما قابل يسوع مملوء بالروح القدس. القصة موجودة في الحق. أنا ما قلتش كده. أيوة، يسوع ممتاز. لا طيب ممتاز، ملئ امتى حضرتك؟ متى ملئ؟ ملئ لا لا حضرتك لا يا حضرة الدكتور، ملئ امتى؟ انا اقرأ لك النص. النص موجود في اعمال الرسل من الاصحاح 9 من العدد 1. تمام. فبيقول لك: اما شاف فكان لم يجد المنافس تعدوه وقطع تلاميذ الرب، فتقدم الى رئيس الكهنة وطلب من رسائل الى دمشق الى الجماعات، حتى اذا وجد اناسا من الطريق رجالا او نساء يسوقون موثوقين الى اورشليم، وبذهابه حس انه اقترب الى دمشق، فبغته ابرق حوله نور من السماء، فسقط على الارض وسمع صوتا. سمع صوت فقط: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فسأله: من انت يا سيد؟ فقال: انا يسوع الذي انت تضطهده، صعب عليك ان ترفس منافس. مجرد ما سمع الصوت فسأل ومرتعد ومتحير: يا رب. خلي بال حضرتك يا سيد، بولس يقول وليس احد يستطيع ان يقول يسوع رب الا بروحه. متى حلت عليه الروح القدس؟ بعد ما ذهب الى دمشق العدد 17 وقابل حنانية، فمضى حنانية ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال: ايها الاخ شاول، قد ارسلني الرب يسوع. لماذا؟ الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ. متى امتلأ؟ بعد ما ظهر يسوع، بعد ما قابله حنانية، بعد ما حنانية عمده ووضع يدي عليه. يبقى فين؟ بفضل اسمعني من فضلك عشان ما نجادلش وبس، لمجرد
المجادلة، يعني لما تتناقش تناقش علميا منطقيا، بلاش المجادلة اللي يا حضرة الفاضل أنا جبت خلاص. اسمعني اسمعني أرجوك تسمعني من فضلك. عشان إيه؟ بص حضرتك، إحنا دلوقتي لما بنقول تقابل وسمع صوتا من السماء، صعب أن تلفظ مناخه، هناك تبكيت على خطاياه بعمل الروح القدس. بالتالي ابتدى الروح القدس في ماك فصح بين الامتلاء والحلول. لا، الكلام اللي بتقوله حضرتك مش موجود في النص يوميا. لا مش موجود في النص، انا اللي بيني وبينك النص، النص ما بقولش كده. النص بيقول امتلا عندما قبله حنانيا وعمده وضع ايده عليه. الكلام ده مش في النص. امتلا مش حل، ما فيش امتلا. هناك فرق بين حل وامتلا. النص لا لا من النصين. لا لا، برضه النص اللي امتلا الامتلاء برضه كان تم، برضه الامتلاء دم بعد حنانيا. تاني حضرتك، من فمك أدينا كما يقول الكتاب المقدس على عبد الروش، من فمك فمضى حنانيا ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال ايها الاخ شاوي. لا لا لا، انتظر، انت بتلعب بالالفاظ. ارسلني الرب الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ وتمتلئ وتمتلئ. متى حل امتلاء؟ بعد ما قال يا رب، بعد ما قابل حنانيا. تبقى تقول لحضرتك امتلأ لما قال يا رب. انا بسمعك، يعني انت حضرتك عاوزني اقول لك امين وخلاص؟ يا حضرة الفاضل، انت عاوزني اقول لك امين وخلاص؟ يا سعادة الدكتور، انت عاوزني اقول لك امين؟ انت عاوزني اقول لك امين؟ يا حضرة الفاضل، انت عاوزني يعني تقول كلام مش موجود في الانجيل؟ ممتاز ممتاز، ممتاز. ما عندكش ايات يا فندم. يا سعاد دكتور، سعاد دكتور، انت بتقول ايات. ثواني بس، ثواني ثواني ثواني. لا لا، ويت ويت، انا قريت القران اربع مرات. انا مالكش دعوه بالقران، انا ما بنشقش في القران. انت دلوقتي بتاكد الكلام اللي انا بقوله. انت بتقول ايات، انت بتقول ايات. عندك مسيحي في اي بلد في العالم كله يقول على نصوص الانجيل ايات؟ رد حضرتك، عندك انت بتقول ايات، انت عندكش ايات، انت عندك. اسمعني يا عزيز، يا استاذ الكريم، انا عاوز. ما انت حضرتك ما تقول شيء غلط لازم نصححه. انت بتقول ايات في. اسمعني، لا اسمعني. لا، رد على السؤال ده الاول. هل يا استاذ الفاضل، سيبك من الكلام الفارغ ده، سيبك من الكلام الفارغ. انظروا الا يكون احد يسبيكم بالفلسفه بغرور باطل حسب تقليد الناس، حسب اركان العالم، وليس حسب المسيح. سيبك من الكلام الفارغ ده اللي انت بتقوله. اسمع، انت بتقول حضرتك ايات. عندك اي واحد مسيح على كوكب الارض يقول على نصوص الانجيل ايات؟ اديني مين، مين اللي بيقول ايات؟ الا انتم، لان انتم من التاثير الاسلامي. انت ما عندك ايه، انت عندك فقرات وعدات. الكلمه باللغه اللي دي فيرس فيرس، انت ما عندكش ايات. اوكي، يبقى ليه يبقى زعلان ليك مني؟ بس انت بتقول ايه ليه؟ انت ما عندك ايات، انت عندك فيرس. اسمها آية عندنا، اسمها آية. طيب أنت ما عندكش آيات، ما هي آية جمع آية. يعني حبيبي يا حضر، يعني لا مؤاخذة، حتى العربي حضرتك ما تعرفيش العربي. يا أستاذ الكريم، جمع آية إيه؟ جمعها كراسي، جمعها موبيليا، جمع آية مش آيات. ما عندكش آيات حضرتك. خلاص خلصت الكلام؟ اتفضل حضرتك. أنت ليه تستقطع؟ بلاش أقول لك آية، أنت ليه تستقطع جزء وتسكت؟ انا عايز حضرتك تقرا الكتاب الانجيل كله بالكامل وناقشني فيه. طب ممتاز، لكن ما تستقطعش جزء وتناقش فيه حضرتك. طب انتظر، انا قارئ الانجيل افضل من حضرتك. انا راجل بقالي 30 سنه في الكنيسه. اوكي، وانا مبسوط انك قارئ افضل مني. ايوه، اعرف انا اعرف الانجيل افضل من حضرتك. ايه رايك؟ تمام تمام، حلو، جميل جميل. وانا اصلي ان الله يميل عينك للحقائق. ممتاز، بس ايوه، اي انجيل حضرتك بتتكلم عليه؟ يا ريت يعني خليك سبيسيفيك. اي انجيل؟ اقرا انجيل يوحنا كويس. ممتاز، انت حضرتك دارس انجيل يوحنا كويس؟ دارسه كويس؟ اه. طيب حضرتك تعرف من هو الكاتب حضرتك؟ من الكاتب؟ يوحنا. اي الدليل ان يوحنا كاتب انجيل يوحنا؟ يعني بيقول انا يوحنا. لا، ما قالش انا يوحنا. اتفضل حضرتك، ما قال، ما قالش انا يوحنا. عندك 21 سيف. شوف حضرتك، ما انتش عارف، انت راجل دكتور في الاوضه، انت عارف. انت لا، فين قال؟ انت عايز يا حضره التاريخ يقول ان يوحنا كتبه سنه 100، ان يوحنا الشيخ مات سنه 100. طب ليه حضرتك تكذب وتقول قال انا يوحنا؟ ليه كذب؟
ليه تقول اوكي اوكي عدي دي انا لا ما عدهاش لا لا ما لا لا انا بكذب ولا بجادل في الكلام اللي حضرتك عايز يا حضرة الفاضل انا مش هجادلك ومش هناقشك انا كلمتين صغيرين اقولهم لك اقرا الاناجيل يا استاذي يا استاذ الحرب الاهليه الاسلام خلاص انت حاضر يا استاذ الكريم انا سالتك في الاسلام يا عم ريلاكس شيل اوت شيل اوت ريلاكس ريلاكس انا سالتك في الاسلام انا ما سالتك في الاسلام انت بتقول كاتب انجيل يوحنا يوحنا اتفضل اديني الدليل اديني تنشن زياده عن يا استاذ اديني الدليل اديني الدليل يوحنا كاتب انجيل يوحنا اديني الدليل اديني الدليل التاريخ بيقول كده انا ماليش دعوه بالتاريخ اديني الدليل كاتب انجيل يوحنا يوحنا انت عايز ايه دلوقتي ما تؤمنش يا استاذ الكريم المساله مش ايمان عباد البقر اللي بيعبد ان البقر يا الرب الايمان بالدليل حضرتك قرات في علم النقد النصي انت دارس علم النقد النصي انا بسالك انت دارس علم النقد النصي يا استاذ رد عليا انت دارس علم النقد النصي يا استاذ الكتب مجاهيل يا استاذ الكتب انت عندك اربع اناجيل اثبت لي متى كاتب متى مرقس كاتب مرقس لوقا كاتب لوقا يوحنا كاتب يوحنا اتفضل اثبت لي يا استاذ انا ما بكلمكش عن عقيدتك انا ما سالتش الا في اسئله من الكتاب المقدس اثبت ان متى او لوقا مرقس انت مش مقتنع خالص يا استاذ الكريم اللي بيني وبينك يا استاذ اثبت انا عاوزك تثبت انا عاوزك تثبت اقول لك ليه لان انت بتعبد انسان والنهارده انا مش عارف اقول لك ايه يعني انا المفروض اقول لك هابي بيرث داي تو يو يعني اقول لك سنه سعيده الاله اتولد من 2000 سنه يعني المفروض اعيد عليك اقول لك كل سنه طيب بميلاد الاله الاله الذي كان في بطن امراه الذي امراه خرج من الجهاز التناسلي للامراه ثم كان طفل صغير كان يتبول يتبرز على نفسه وكانت امه تمسح له البراز والبول من على المؤخره بتاعته ثم كبر ثم بعد ذلك الخلق صلبوه وكان على الصليب كما ولدته امه مش ده العقيده بتاعتك انت بتعبد انسان انت بتعبد انسان كان بياكل ويشرب ويتبول ويتبرز تقول له عقيدتي هذا هو الكتاب المقدس انا جبت حاجه من عندي الم يقل المسيح نفسه انا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله الم يقل بولس لانه يوجد اله واحد وسيط واحد بين الله والناس الانسان يسوع المسيح الم يقل بطرس ايها الرجال اسرائيل اسمعوا هذه الاقوال يسوع الناصري رجل قد اختبرها لكم من قبل الله بايات وعجائب صنعها الله بيديه في وسطكم كما انتم تعلمون انت بتعبد انسان يا استاذ انا هستاذنك انك تهدى كده شويه انا هادي انت عاوزني اقول لك امين انا مش هقول لك امين اسمعك انت مش انت عاوزني اقول لك امين انا مش هقول لك امين حتى انت يا حضره الدكتور انت كذبت قلت قال انا يوحنا انت كذبت انت كذبت في ذات الفعل اتمسكت في ذات الفعل قلت قال في الانجيل انا يوحنا اتفضل حضرتك انت عايز ايه بالظبط انا عاوزك تفوق تفوق من عباده الانسان تفوق الكتاب بيقول كما للناس ان يموتوا مره ثم بعد ذلك الدينونه وبعدين حضرتك لو درست اتحداك في مناظره في عصمه الكتاب المقدس هل حضرتك تقدر هل حضرتك تقدر تناظر في عصمه الكتاب المقدس هل تقدر؟ أهلا وسهلا بيك أنا بكلم حضرتك أوكي ممتاز حضرتك تحب حضرتك إمتى ممكن نناظر في عصمة الكتاب المقدس؟ لا خلال عيد المسيحيين وأنا عايز أقول لحضرتك أنا لم أعيد عقيدتك وأنا قلت لك كلمة أنا قاري القرآن أكثر من يا أستاذ الفاضل أنا ما بكلم يعني أنت قاري القرآن ومش عارف كتابك أنت تخليني أشد في شعري انا ما عنديش شعر اشده هتعمل لي مشكله انت دلوقتي روح اشد شعر المدام يعني انت عارف القران وقرا القران اربع مرات ومش عارف الانجيل بتقول نصوص في الانجيل مش موجوده في الانجيل وتقول لي يوحنا قال انا يوحنا اسمعني يا فاضل هقفل انت لو سمعت عايز الشكل شوف انا هجيب لك من الاخر زي بقول لك المصري لا 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 انا هجيب لك من الاخر زي بقول المصريين انا حضرتك هتصل بك مره ثانيه ونتفق على مناظره في عصمه الكتاب المقدس خلاص عشان ما انا عايز اقول لك انت مش اتكلمت معايا واديتني وقلت اديني فرصه اكلمك وانا مفيش داعي طيب حدد يوم المناظره ايه يوم المناظره تحب يوم لا انا بكلمك دلوقتي انا بكلمك دلوقتي اتفضل انا بقول لحضرتك انا قريت القران اربع مرات بتفاسيره قريت الاحاديث كلها ايه اللي دخل الموضوع ده يا استاذ انا قلت لك انا مسلم ايه اللي دخل انا مالي ومال الكلام ده
انا مالي انا مالي انا يا استاذ الكريم انا بكلم دكتور في اللاهوت في المسيحيه في عقيدته المسيحيه، قال لي دخلنا في القران والاسلام، ولا لك منك مش عارف تجاوب من كتابك، ايه دخل القران والاسلام؟ طب انا هستاذنك، انت بتضيع وقتك ووقتي. مع السلامه. بتضيع وقتي ووقتك. كان معانا الهواء مباشره الان الدكتور سمير اسحاق متري، دكتوراه في اللاهوت. الراجل قرأ القرآن ومش قرأ الكتاب المقدس، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، قرأ القرآن ومش قرأ الكتاب المقدس، بيقول لك قال أنا يوحنا، الكذاب. الكذاب بيقول قال أنا يوحنا. الراجل حصل على درجة دكتوراه وبقول له العبد الرويش وما قاليش ما قاليش غلط، أنتوا مش ملاحظين؟ الراجل ما قال لي غلط. الراجل بيقول له العبد الرويش ما صلحهاش. ما صلحها، ما يعرفش كتابه، قرأ القرآن ومش عارف كتابه. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر كبير كل تكبير. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرا جل قدرا. لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء.